عايز تكلم نور رفعت تكلمها، انا مالي؟ ما انا كلمتها، واول ما عرفت ان انا من المكتب قفلت السكه في وشي. ما هو طبيعي يعني. ايوه بس استحاله تعمل معاك انت كده. ليلى انا جمعت عنها كل المعلومات وعرفت انكم صحاب، عشان كده مش عايزه اتدخل. بس الموضوع مهم جدا، انا مش طالب منك غير انك تاخدي منها ميعاد وانا اللي هروح اقابلها. اللي ممكن خليها توافق تقابل واحد من شركه هي اترفضت منها ومش طايقه حد فيها. انت هتقنعيها؟ الله يخليني اعمل كده. عشان صدقيني انت مش عارفه السبب الحقيقي اللي خلاها تترفض. الله، نهى ازيك عامله ايه؟ انا على فكره مبسوط قوي 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 ان انا شفتك النهارده. ادري احنا بنشتغل في مكتب واحد وبنشوف بعض كل يوم، وانا مبسوط كل يوم لو انت مش واخده بالك يعني، بس النهارده يعني مبسوط زياده شويه. ليه؟ اقول لك يا ست، انا احكي لك. اول حاجه انا اترقيت، ممكن تبارك لي؟ مبروك. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي، ميرسي جدا جدا، ميرسي قوي يا نهى، ربنا يخليكي. تاني حاجة بقى، ما سألتنيش بس أنا هقولها لك برضه. تاني حاجة بقى يا ستي، أنا اشتركت في النادي. عارفة ده معناه إيه؟ إيه؟ إن إحنا نشوف بعض هنا. إيه ده؟ في النادي كمان، إيه رأيك بقى؟ نهى أنتِ ساكنة فين؟ غرب سومد ولا متميز؟ انت فكرك لما تقول لها ان انت مشترك في نادي ولا تعميها بالساعه اللي معاك دي هتقولك اتجوزني؟ نعم يا زين، عايز ايه؟ احنا زملاء في مكتب واحد، يعني عادي نتكلم في حاجات زي دي، وشكلك يفرق معايا. انت بتحبها يا ادري؟ قوي قوي يا زين قوي. ممكن اقول لك على نصيحه؟ اتفضل. مبدئيا كده الستات عارفين كل حاجه. كل حاجه اكيد. خش دغري. ماشي فهمتك. وايه كمان؟ الست تحب الراجل الحامش. موجود. ورومانسي. لا دي لعبتي بقى. لا الرومانسيه انا اسمع سومه من هنا من غير تلزيق. قصدك ايه يعني؟ والراجل اللي بيسمع ويقدر. زين انت بتتكلم عليا؟ ده انا كل ده، ده انا يعني، ده ادري يعني ادري. الف مبروك. الله يبارك فيك يا زين. مبروك، سلمي جدا على مدام نهى. نهى حبيبي يا زين، متشكر جدا لذوقك. توفيق توفيق. بحبك جدا. هم دول الزمايل يا زين، هم دول الزمايل. يفرحوا لبعض يعني. ادري. بقول لك ايه، عندك كرافات زي دي ما تلبسهاش تاني. قالوا البوفيه من هنا انت. ما انت بقالك كتير ما بتطلعش من مكتبك، مش عارف خلاص ايه اللي بيحصل. ده حقيقي. انا ما طلعتش من مكتبي من يوم 5 شهر اللي فات. ده اليوم اللي انا اتنقلت فيه. من ساعتها المكتب فوق ضلم. مش عايز تقولي انت جاي هنا ليه؟ هو لازم يكون عايز حاجة عشان يجيلك ويطمن عليكي ويشوفك. ممكن تعملي لوج للملفات اللي عندك وتسيبي لي اللابتوب بتاعك 5 دقايق. والسبب؟ مش هقدر اقولك. يعني انت عايزني افتح حسابات الضمان بتاعت العملاء من غير ما اعرف ايه السبب واعمل نفسي مش واخده بالي؟ يعني انت بتطلب مني خدمه وانت مش واثق فيا؟ لو قلت لك هبقى كده بخون ثقه حد فيا. مش خاطري مش خاطري مش خاطري مش خاطري مش خاطري مش خاطري مش خاطري. طب اهو خليني اشوف نقلوا البوفيه فين. خليهم 10 دقايق.